حقيقة احنا ما نحكي عن أزمة مالية أخي، العراق عنده احتياطي 100 مليار دولار، عمر الدولة العراقية من تأسست لحد الآن ما عندها 100 مليار. شنو أسعار النفط فوق 88 دولار؟ شنو هاي أزمة الدولار؟ يعني احنا لازم نحلل الموقف بشكل شفاف، شنو أزمة الدولار؟ بلد احتياطي النفط مالته احتياطي العملة الصعبة 100 مليار و130 طن من الذهب، شلون يصير عنده أزمة؟ إذا أنت الكاك بيد الأمريكان. العملة انت الان اذا دولة عندها سياسة مالية تضخ مليار دولار للسوق انت تثني الازمة، بس الدولة ما عندها امكانية تضخ، ما عندها قدرة تضخ، ما تقدر تسحب من الفيدرالي الامريكي. هذه حقيقة لازم نعرفها. اذا انحلت الازمة الان تبقى الازمة قائمة في اي وقت اخر. وهاي الازمة مو بس على العراق، الازمة على السعودية. السعودية جاي تبيع ربع نفطها الان بالعملة الصينية. دول اخرى جاي تغير احتياطي النقد مالتها الى عملات اخرى، لانه امريكا تمارس الدولار كذراع اقتصادي، والحرب معروفه. انت شوف تركيا والاخوه اكيد راحوا تركيا، تركيا ب 2011 و 2012 استاذ علي ال 100 دولار 130 ليره. بعد ما صارت الازمه والحرب وقسد واكراد شمال سوريا والى اخره، الان العمله واقتصاد تركيا معروف، وتركيا الماكينه الاقتصاديه والزراعه والصناعه والسياحه ومع ذلك تدهورة العملة لأنه أكو حرب اقتصادية لازم نعرفها. إحنا ما عندنا استقلالية اقتصادية، لازم يعرف الشعب العراقي أموالنا تحت حماية الفيدرالي الأمريكي. الآن لو العراق كدولة لوزارة المالية تسحب من احتياطيها وتضخها للسوق تنتهي الأزمة. هذا أزمة الدولار راح يبقى سيف مسلط على رقاب العراق. جيد، خلينا نتحدث بهذا التوقيت الآن أستاذ أبو فراس. السبب من بهذا التوقيت بالنسبة للإدارة الأمريكية الضغط الآن، هل هو يرتبط برغبتها في استدراج حكومة السيد السوداني للمنطقة التي تبحث عنها الولايات المتحدة الأمريكية، لو لا هي محاولة من الجانب